إلا رجاء وعفوك إن عفوت وحسن ظني. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة. عباد الله، وإن من توفيق الله عز وجل أن جعل لهذه الشريعة وجعل لهذا الدين وهذا الإسلام وهذه الأصالة والمكانة، جعل لها محاضن تحرسها بإذن الله وفضله وتعلي راياتها. ومن إعلاء راية السلام أن وفق الله له رجالاً يقومون به ويذودون عنه ويحرصون على إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والأبحاث العلمية عن هذه القضايا المهمة، لما فيها من منافع للإسلام والمسلمين، ولما فيها من مصالح عليا للبشرية جميعاً، حيث تدعو إلى السلام وإلى الأمن والاستقرار والبناء والإعمار والحضارة. فقد كانت حضارتنا الإسلامية جامعةً بين حسن الدين والدنيا، وبين المادة والروح، وبين النظرة الشاملة للكون والحياة. فالمسلمون مطالبون بإعمار هذا الكون وبالحضارة الإسلامية العريقة التي لم تقف يوماً ما حاجزاً أمام العلم والمعارف والحضارة والرقي والنهضة والتقدم في شتى مجالات الحياة. وما تعيشه دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تعيشه إمارة دبي على سبيل الخصوص، لا شك أنه مما يبهج كل مسلم ومما يسر كل غيور أن توجد الأصالة والمعاصرة، وأن يحرص على التمسك بالثوابت وعلى المسلمات وعلى أحضارتنا الإسلامية العريقة، وإلى مد يد السلام من رجال السلام في حكومة هذه البلاد وفي أهلها وفي شعبها، اللحمة الواحدة الحريصة على تماسك الأمة ومجتمعاتها وعلى وحدة كلمتها ولم شعثها. وما تقدمه من جهود عظيمة في مجال إحياء السلام والأمن والاستقرار والصلح بين المسلمين والتصالح مع غير المسلمين في تحقيق سعادة البشرية ورقي ونهضة وخير الإنسانية جميعاً، هذا هو المفهوم الشامل لهذا الدين وهذه العقيدة وهذا الإسلام، في وقت نحن أحوج ما نكون إليه لإزالة الغشاوة ولعلاج بعض مظاهر الغلو والتطرف ومظاهر التخلف والتغريب التي داست على المبادئ والقيم في منهج وسطي معتدل، من أجل من يطبقه بفضل الله هذه البلاد المباركة هي وشقيقتها بلاد الحرمين الشريفين، وشقيقاتها من البلاد الإسلامية والمجتمعات والشعوب الإسلامية. إنه مشروع إسلامي حضاري يتطلع كل غيور إلى مبادرات ذي الفضل والمكارم والمراشد، سمو الشيخ محمد بن راشد وفقه الله وإخوانه من حكام هذه البلاد ومن حكام وولاة المسلمين، للنهوض بمشروع إسلامي حضاري يقول للعالم: هذه حضارتنا، وهذا ديننا، وهذه رسالتنا، وهذا إسلامنا، دين الحوار والتسامح والعدل والإنصاف والرحمة للعالمين، امتداداً للمنهج النبوي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إننا بحاجة إلى أن نعنى بوجود قناة إسلامية فضائية
تنطلق من السلام وإلى تحقيق السلام تسمى بقناة السلام، وإلى برامج علمية وإلكترونية للنهوض بهذه القضية المهمة ولإعلاء حركة الترجمة في العالم كله، ليبين للعالم هذا الدين بعد أن شوه من طرفي الغلو والجفاء، تحقيقاً لمنهج الوسطية والاعتدال الذي تضطلع به ولله الحمد والمنة بلاد المسلمين وشرائح كثيرة في المجتمعات المسلمة، وما قصور وجنوح بعض الناس مدعاةً إلى الطعن في الإسلام، بل الإسلام مشرق بجمالياته وآدابه وأخلاقه. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ألا فاتقوا الله عباد الله واحمدوا الله واشكروه على هذه النعم العظيمة وعلى ما هيأ للسلام من رجال وحكومات صادقة مخلصة تدعو إلى تحقيقه وإلى الدعوة إليه في العالم بأسره. سدد الله الخطى وكلل المساعي بالنجاح والتوفيق وحقق الآمال بفضل الله وكرمه، ولهذا لا نيأس أبداً، فالمستقبل للإسلام والخير، وهذا الدين بالغ ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وذل ذليل، والمستقبل للإسلام وأهله طال الزمان أو قصر. إن السلام لا يعني الاستسلام والضعف والمهانة، وأن تعرض مقدسات المسلمين للنهب والسلب والاعتداء هنا. فالله عز وجل يقول: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على رسول الإسلام والسلام نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. فقد أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب أو تحلل محرم، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع راية الأمن والعدل والخير والسلام على العالمين يا رب العالمين. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم سدد ووفق وخذ بأيدي ولاة أمرنا في خليجنا المعطاء، إنك جواد كريم. اللهم وفق رئيس هذه البلاد الشيخ خليفة بن زايد وإخوانه وأعوانه، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم مد بالخير والفضل والمكارم سمو الشيخ محمد بن راشد، واجزه خير الجزاء على جهوده للإسلام والمسلمين، واجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم وفي صحائف أعمالهم وموازين حسناتهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ونائبه الثاني، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انشر الأمن والسلام على الإنسانية والبشرية وعلى عموم العالمين يا رب العالمين. اللهم عم بالأمن والخير والاستقرار والسلام ربوع العالم بأسره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. اللهم اكتب العزة والخير والنصرة للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ مقدسات المسلمين من عدوان المعتدين يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوب المسلمين ووحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم اكتب الخير والفوز والنجاة للحاضرين
والمتابعين والمستمعين والمشاهدين. اللهم عمهم بالخير والتوفيق في أمور دينهم ودنياهم وصلاح نياتهم وذرياتهم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحم من كان له يد طولة في هذه البلاد، الشيخ زايد رحمه الله والشيخ راشد وجميع حكام هذه الإمارات. اللهم اغفر لموتاهم ووفق أحياءهم ومدهم بالخير والتوفيق يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلا رجاء. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا. سووا صفوفكم وأتموا الصف الأول فالأول وسدوا الخلل. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله We request the audience to kindly settle down So we can begin with the translation of the khutbah that was delivered by Sheikh Dr. Abdurrahman Al-Sudais. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. All praise be to Allah. It is in Him we praise, and it is to Him we seek help, and Him we seek refuge from the evil from within and around.
You are the peace, O Allah, and from Thee we have peace. Those who ponder on different people and culture can see certain sets of motives. Islamic culture is unique among these. Allah says, we have sent you as a mercy and blessings to the mankind. Islam stands for progress. Islam guarantees all rights for humanity. Among the foremost of values Islam teaches, it presents to mankind its peace. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam brought a moderate code of life. Those values have contributed much in the progress of mankind. All these values guaranteed the progress. The problem of peace and security is the biggest problem in our time. The Muslim society needs to ensure peace by returning to the true path of prophets and salafs. Scholars who are inherents of prophets have an important role in bringing about peace. All Muslims are brothers. The Islam does not differentiate between Muslims and non-Muslims in this regard. Islam is far away from terrorism and extremism. La ikraha fid din. There is no compulsion in Islam. Muslims should do justice to all. Nabi sallallahu alayhi wa sallam forgave all those who persecuted him. He said on the day of Fatah Makkah, O Allah, forgive my people. They are ignorant. Throughout in history of Muslims, we can see broad-mindedness of this kind. Salahuddin Ayyubi, when reconquered Baitul Maqdis, he forgave all the people who brutally killed Muslims when they were in power. The oneness to bear the flag of peace is on the Islamic scholars so that we can lead humanity from darkness to light and from injustice to justice. UAE, under its unique leadership, made massive strides in all spheres by forgiving and by using peaceful means. May Allah Almighty reward His Highness Sheikh Mohammed and his brothers to take this country to eternal peace. Muslims should ensure that the country continues this peaceful atmosphere forever. Allah is with you in this cause. Wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum. إلا رجاء وعفوك إن عفوت وحسن ظني.